القيادية. أول شيء للإخوة في الشعبي جميعاً بكل قياداتكم التاريخية، وبنقول كفارة. أنا تيار سياسي تاني طبعاً ما صحفية، معلش، فاسمحوا لي أن أطول من مداخلة أسئلة الصحفيين العادية. المؤتمر الشعبي حزب نحن بنفتخر في السودان، ما لأننا إسلاميين. أنا أولاً زول علمانية، لكن سعيدة جداً بالأداء بتاع الشعب. ليه؟ وده أتمنى الدول الأجنبية دي تستفيد منه تماماً، القنوات العربية والناطقة بالعربية. أولاً أنا سودانية كندية، والدكتور علي الحاج بتعرفوا إنه ألماني، ونحن عندنا تجربتين مشتركات. نحن سوداني المنافي الأتيح لنا نعيش في تجارب مختلفة، وبالتالي دكتور علي الحاج لما جاكم وانتخبتوه مشكورين. أنا بفتكر صح في الأول الليدرشيب بتاعته واجه التحدي في داخل القواعد الشبابية. ليه عارفين مثلا نقول أنتوا لسه أداءنا الأفريقي يقولوا السوداني فيه والدم الحار، ودكتور علي الحاج كان مرغما لا يستطيع أن يتجاوز التجربة الألمانية في سلوكه اليومي. أتمنى إنه شباب الشعبي ينتبهوا في الكلام. ده بيقولنا لنفس مداخلة الدكتور إدريس لما قال أخونا بتاع تلفزيون السودان سؤاله قوي، وأنا فخورة إنه كان شاهد. لكن ده يا جماعة ببساطة مش بيوضح على زبزبة الشعبي، وإنما بيوضح إنه السياسة لا يوجد فيها أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين، وإنما يوجد فيها شنو؟ مصالح مشتركة. هذه المصالح هي مصالح الشعب السوداني. احتمال فعلا لما في الأول قالوا نحن على إسقاط هذه الحكومة، وأنا واحدة من الناس بتتذكروا المعايدة بتاعت الأضحى، قلت نفس الكلام ده. لكن صحيح أنت إذا شفت هذه الحكومة مشت ليجوبا، لاحظوا السلام ده أولوية، السلام ده أولوية لكل من يعرف تحديات الشعب السوداني. السلام قبل الحرية. عشان كده أنا حتى الشعار ده كان شعاركم كشعبيين، أنا بقول لكم ضدوا الحرية. إذا ما تعرف يعني privilege كده، تعرف luxury للأمم اللي حققت السلام والتصالح الاجتماعي. عشان كده كنا بنستغرب لما تقولوا الحرية بنحس بكم مركزيين شوية، لكن أهل الهامش المكتوين بالحروب يتحدثوا عن السلام أولا. أنا ما سمعت في حاجة اسمها مليونية السلام طالع يوم 26 في الخرطوم. مليونية السلام، هل فعلا لأجلها تم اعتقال علي الحاج؟ ده سؤال، لأنه كنا واثقين أن الشعب حيكون في قلبها معانا. نحن منو؟ نحن قوى الهامش. القنوات العربية دي بتعرف يا ترى هامش يعني شنو؟ ما في طول شرح الصراع بالطريقة دي. الصراع السوداني زي ما قال دكتور إدريس، الصراع السوداني للأسف في انقسام عرقي خرافي في هذه الدولة تعيش كل الأحزاب السودانية إلا الشعبي. لما نلاقي الشعبي بنفرح بالهارموني اللي بنحسها بين المكونات العضوية، وبنحس بتربية حزبية قيمة تمت في هذا الحزب، قدرت تسهر كل الأعراق السودانية ويعرفوا إنه يلتفوا حول أيديولوجيا واحدة. فشلوا في اليسار وفشلوا في كل الأحزاب اليمينية الأخرى. الشعب جاء بعد المفاصلة، بعد المفاصلة. عشان كده إحنا بنأكد على كلام دكتور إدريس كناس من خارج الشعبي إنهم لا يدعموا الانقلابات. الكلام ده شهود عليه كثير من الإسلاميين، وحكوا لي أنا بشكل شخصي قالوا لي والله يا تراجي كنا ضباط أمن بكل رتبنا قريب 250 شخص، مشينا للدكتور الترابي وقلنا له الحكومة دي حسب نقلبها بس قل لنا أقلبوها. قال لنا لا لن نتورط في أي انقلابات تاريخية. الكلام ده قالوا ناس في الوطني ونحن نعرفهم بالاسم وكانوا حاضرين لذاك الاجتماع التاريخي. طيب قحط دي ما بتعرف إدارة يا جماعة، قحط لا بتعرف إدارة، وزي ما قالوا الغالبية سلوك خرطومي كده ناس بتوع نخب كده فاكرين الموضوع نسها. النضال في السودان ما نسها. نحن لا تونس، نحن لا العراق، نحن لا مصر، نحن لا ليبيا. للأسف نحن القطرة الوحيدة اللي انشقة اثنين، صح ولا لا؟ احنا القطرة الوحيد شنو؟ الانشقة اثنين عديل كده في جنوب وفي شمال. فكان محبط أن يكون أداء الأحزاب السياسية الفضلت في الشمال بهذا التعاطي المبتذل للدايفيرسيتي السودانية. هذه
هذه الأحزاب خرطومية والتكالب الدعمته أثيوبيا، وللأسف وجدوا أثيوبيا ما بعد أبي أحمد. ومن هو أبي أحمد يعني؟ ما احتقار له، لكن هو شاب يافع يافع بالنسبة لقيادات مخضرمة أفريقية. وحتى السيسي مصر للأسف هو أيضا شاب شاب يعتبر في 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 المعرفة السياسية لتحديات الدول المجاورة. بالمناسبة من أخطر القيادات الكان ممكن يساهم في الحل السوداني هو هذا الأسياس أفوركي. شفتوا؟ نتفق أو نختلف معه، أنا واحدة من الناس عمري ما مشيت عرضت في بلده، لكن لعلمكم عمره ساكت، عمره أو مسفيني كانوا ممكن يساهموا في الحل السوداني. أما الدول العربية دي ما عندها أي خبرة. دول عربية تحت الساقة أولادها وصلوا للسلطة 200 صحيح، الناس الناطين في حليبنا دي يا جماعة، صح ولا لا؟ محمد بن سلمان اللي وصل أول امبارح، ولا محمد بن زايد اللي وصل أول امبارح، ولا تميم اللي وصل أول امبارح؟ الناس كلها ما بتعرف لتاريخنا ولا تحدياتنا، ولا بتعرف يعني إيه لماذا ذهب الجنوب، ما بتعرف يعني إيه حركات مسلحة. وأنا من خلال منبركم ده يا ناس الشعبي أنا شاكرة لإتاحة الفرصة الكلام لناس قحط، وزي ما قال دكتور إدريس وإحنا بنثمن إنه هو زول المركز وزول الخرطوم، رغم كده قال التحرش بحميدتي لا يصب في العافية السودانية، التحرش بعلي الحاج برمزيته كأول رئيس حزب سوداني ينتخب ديمقراطيا من دارفور، التحرش بعلي الحاج لا يقبل، التحرش بعلي الحاج لا يقبل. الشتة لهذه اللجنة السجمانة بين نائب العام، خليه يفتح في نبلاق، هذه اللجنة بيقول في حاجة اسمها conflict of interest. انت كيف كنت عضو في هذه اللجنة وتنكب نائب عام، صح ولا لا؟ هو الناس اللي قال لنا ما بنعرف قانون، الناس اللي فاكرين اننا اغبياء، الناس اللي فاكرين اننا stupid. ها بعدين انتوا يا ناس الشعب مرة ثانية يعني شوية طولة البال دي، الشعب السوداني ده احنا ما طويلين بال، الشعب السوداني ما طويل البال، استعراض القوى مهم جدا. انا اطالب كل فرعيات الشعب وتحالفاتها في كل المدن السودانيه تخرج وتستنكر اعتقال علي الحاج، لانه ان صبرنا على اعتقال علي الحاج فاننا كلنا سنؤكل يوم اكل الثوره الاخرى. ده كلام حقيقي، وبنقول لهم ما تعملوا لنا تيست، سامعين يا شباب صح؟ ما تعملوا لنا اي تيست، نحن اخلاقنا هنا. الشتة لهؤلاء الناس ضد السلام، عارفوا الكلام ده ضد السلام. احنا لما جينا الحوار احنا استوعبنا رسالة شيخ حسن رحمه الله، كان بيقول ما في طريقة للعودة للديمقراطية الا بالبارتيسيبيشن، نقبل الوطن ده اولا، عشان كده ما نازعوا دخلنا الحوار، عملوا فيها هم ضد الحوار. طيب الدارين نقولوا لناس قعد، احنا عندنا اخباركم، انتوا عندكم قال ملف الجنائيه لحميدتي، وملف الجنائيه لمني اركم الناوي، وملف الجنائيه لعبد الواحد النور، وملف الجنائيه لعبد العزيز الحلو، وملف الجنائيه لعقار. بنقول لهم بالله لما ما شركه اللي ادت ادائهم وجبريل. طيب يبقى انتوا ببساطه ما دايرين الهامش، انتوا ما دايرين الهامش تو بارتيسيبيت في الباورشيب وفي الليدنج للبلدي. وبنقول لكم الكلام ده بيبقى لكم بامبي، اوكي؟ وما تفتكروا تمرحلوا الاشياء، تخشوا اولاد الحركات تقول لهم لا انا قنطر حميدتي اول لانه عربي. ستوب سياسه فرق تصوير، وي ار فيد اب اوف ذات. نحن كسودانيين وي ار فيد اب اوف فرق تصوير. نحن كزرقة دارفور، لعلمكم انا افتخر باني انتمي لزرقة دارفور، كزرقة دارفور مدينا الايادي بيضاء لحميدتي بأن نلتقي في سودان جديد. الله أكبر. ونحن كمهمشين في شرق السودان بنقول بنفس المستوى لن نتيح لأي إنسان أن يحرق شرق السودان، لا باسم الفساد ولا الكوربشن ولا الترايباليزم. سودان يسع الجميع، والدول الغربية دي نقول لهم ما تفرحوا بها، وزي ما قال البشير بالمناسبة المتغطي بالغرب غريب عريان، بنقولها المتغطي بالغرب عريان، الغرب يبحث عن مصالحه. حسا ترامب ده بكره لو مشى اقول لهم انتوا قادرين تتخيلوا التشالنجز اللي حتعيشوها مع نيو مثلا بارتي بين الكتد؟ احنا فاضيين؟
بلجيكا تغير حكومتها، نلوص شويه، بريطانيا تغير رئيس وزرائها، نلوص على بال ما يستوعب الفيلم السوداني. لا 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 لا، وي ار ذا سودانيز بيبل، وي نو اور ديستيني. طيب نحن بنعرف تاريخنا وبنعرف ما يجمعنا، ونحن بنعلم الدول العربيه دي، بنعلم الديمقراطيه. ما تتشوبر في حياتنا اكثر من كده. الشيء الثاني، المؤتمر الشعبي ده، دكتور علي الحاج اسالكم سؤال، تفتكروا ما كلنا عارفين علاقاته ممكن تكون بتركيا؟ ما هو ما فتش لنا فضائيه، صح ولا لا؟ ما فتش فضائيه، لانه ما حاول يقول انه هو وزن لاي دوله ثانيه. ما هو ما مشى قطر، ما هو ما مشى قطر، ما سالتوا روحكم؟ ليه ما طلعوا العون القطري؟ حرص على الدجنتي بتاعتكم كمؤتمر شعبي، كمؤتمر شعبي بمواردكم المحدودة، رغم الإفقار هو رغب أن يتم الأداء الديمقراطي. الحصل الليلة عار عار على الممارسة الديمقراطية في السودان، والشعب ده لما انصبر، ودكتور علي الحاج لما قبل كم يوم قال العلمانية ما لا، ما كان خواف ولا منبرش. قلت لكم ده سلوك طبيعي لزول عاش في ألمانيا. نحن عشنا في كندا، حقوقنا محفوظة، المسلمين بجوامعهم، عيالنا يدوم اجازه يوم الجمعه، نكتب في كل الفورمات اننا لا ناكل الخنزير. يمكن عنده تجربه جديده، من اللي بيمنعه انه يتشارك فيها مع قواعده؟ قواعده دي بيلقاها وين يا جماعه؟ يونسها نفر نفر ولا بيلقاها عبر الوسائط؟ يبقى في البدايه رسالته كانت لقواعده، ونحن بنشكره اذا كان بيساعدنا بايجاد حزب اسلامي وسطي معتدل. وبعدين تعالوا قول لهم يا سودانيين اللي بتقعدوا تحكوا لنا بالغنوشي قال والغنوشي قال، انتوا قول لهم القياده دي اللي تبقى حمراء فاكرين؟ انتوا القياده دي والمودرنايزيشن اللي تجيكم من الدول العربيه؟ ما هو علي الحاج بيقول كلام زي الذهب، ايش معنى بقى فضيحه؟ وبقى انبراشه وبقى انبطاحه. فنحن نتمنى اننا وي دو فاليو هيز ووردز، نحن في المعسكر العلماني الحقيقي نقول لكم وي دو فاليو هيز ووردز، نقدر كلماته ونقدر تجربتكم كلكم كشعبيين مستنيرين التراب زرع بينكم بذور الاستناره. وشكرا لانكم مواصلين في الاداء السلمي، والديكتاتوريات تخاف السلميه فعلا يا جماعه. والانتخابات اللي قالوها القيادات ديل هم الناس اللي بيخافوا الانتخابات. وصيه الدكتور علي سمعتها امبارح في لحظه اعتقاله، قال لكم اول شيء ما تاخروا عملكم، صح عملكم ده قصده شنو؟ يا هو الشغل الانتخابي ده، صح ولا لا؟ موعدنا في مليونية السلام 26 في داخل الخرطوم. شكرا.